صباح الخير مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم اليوم بأكلة جديدة ويوم جديد، وأكيد أكلة تكون مختلفة أم عن باقي الأكلات. واليوم بيها يكون الكعك بالسمسم. البارحة اشتغلنا تشرك، يكون اليوم الكعك بالسمسم، واليوم حيكون شغل ويكون الطبق الرئيسي تكون هي الفاصولية اليابسة، يكون وياها التمن المبزول. طعم ما أقول لكم شنو، أكيد عدي دايخ بالريحة، اكيد عدي شو رايك بالريحه مال الفاصوليه وهي بها العظام، وانت قلت لي العصاعيص تكون فاصوليه. تشوف شلون احنا طابخيها سالقيها بهالشكل، يكون بها العصاعيص اللي انت ذكرت لي بين وشويه من اللي ممكن نخلي الضوء والهاي، بس احنا حبينا نضيف العصائص. اكيد ممكن يعني من يعرفون شلون نخلي الضوء او اللي او الكون هي العصائص موجوده، يكون تشتريها من الاسواق او العظام. واحنا عندنا يكون فاصوليا يابسه ما مشتغليها حتى نقول لكم شلون راح تشتغلون الفاصوليه. هسه نجي هنا اكيد تكون الديزاين هاي الحلوه يكون من اسطنبول للاثاث، وتكون الطبخه هاي لمرافقتنا اليوم من مطعم اسطنبول، اكيد هو نفس يكون هو الاثاث اسطنبول، يكون يا المطعم تابع الى الاثاث اسطنبول. هسه نجي هنا مثل ما قلنا يكون المقادير على الشاشه، نصف كيلو من الفاصوليه راح يكون موجود اللي هي احنا نسميها اليابسه، ويكون عندنا يكون اكيد عندنا الرز موجود، احنا بازلي بزل لان احنا وقتنا حتى ما بزلناه، بس راح نضيف له دهن الحر، راح نضيف له الدهن. راح يكون عندي ويا الفاصوليه راح نضيف نخلي المعجون والعرق حار والكمون، وراح اضيف شويه من الكركم، واكيد ثوم يكون مرافقنا، اكيد الفاصوليا بدون ثوم، واكيد احنا اللحم حيكون 20 كيلو. اكيد اللحم حيكون من نص كيلو، ممكن حسب الرغبه ربع كيلو او 200 غرام او 300 غرام. نجي هنا الكعك بالسمسم، اكيد الكعك بالسمسم هو من العراقيين يحبون يكون الاكل هي تنوكل ويا القهوة أو ويا الشاي. عندي هنا يكون طحين، كوبين طحين، نصف من الشكر، نصف كوب شكر، حيكون عندي زبدة، حيكون نصف زبدة، وحيكون عندي سمسم كوب، وحليب يكون عندي السائل فانيلا والبيكنج باودر، يكون عندي الهيل المطحون موجود. وراح نجي احنا نضيف عندنا هم ملعقة من السكر، حنضيفه ويا السمسم. شلون نشتغل هسه؟ نجي هنا للفاصوليه، قلنا احنا اول ما نعوف الفاصوليه اللي اشتغلناها راح نجي للفاصوليه اللي ما مشتغليها. يكون عندي هاي الفاصوليه مخليها بهالشكل هذا، ومخلي اللي يكون بها اللي والعصاعيص اللي ذكرناها، وراح نجي نضيف المي. راح نضيف ضفنا المي، يكون اكيد بارد، نجي نغطيها ونخليها على النار هسه. عندنا هنا خلينا المي لها، راح نخليها اكيد نخلي مي هواي اذا احنا ما بنقعيها، ونعوفها على النار، نترسها ونخليها على نارها. اول راح تفور، راح يقوم اللي يكون يصعد الزفره تكون مال اللحم مال اللي وذبيناها او يكون مال الفاصوليه، راح يجي اول ما يصعد الوقف نوخر يكون الزفره لفوق ونخليها وندبها على صفحه، ونخلي نار على نار هادئه. نجي هنا عندنا ثوم، يكون حبه من الثوم نسويها بهالشكل هذا، ثوم يكون حبه واحده من الثوم، ما اريد نقطع الثوم
ونخليه ويا الفاصوليه حتى ما يتفتت. هو احنا ما نحب الثوم يكون بالفاصوليه ويا الاكل، نقدر نطلعها ونخليه. نجي هنا نضيفه بالمي ونخليه مثل ما قلنا خليناها وعفناها. نجي ورا ما فارت عندنا وشلنا الزفره مالتها وخلينا نصينا نارها، عفناها على نار هادئه، عفناها على نار هادئه وخلينا ما ضفنا لها اي مي، وما نحب نضيف مي فوقها، قلنا ترسنا الجدر لي فوق وصارت عندنا بهالشكل هذا. صارت عندنا بهالشكل هذا. اكيد هاي المونه مال الفاصوليه هي اللي تثخن الفاصوليه واللي تخلي طعمها يجنن، يعني يكون بهذا الشكل، تكون ميها تكون ابيض بهالشكل. نجي هنا نضيف المواد الباقيه، نضيف العرق حار ورا ما جهزت جاهز المعجون. نقدر نضيف المعجون بس اكو طريقه هنضيف بها المعجون شلون نضيفه. خلينا الكمون، هنضيف كركم، ضفنا كركم. اي واحنا اكيد احنا الفاصوليه انا بالنسبه لي اشتغلها بدون تنقيع، ما انقعها قبل اجي اطبخها، اضيف لها مي هواي تسد جدر واخليه هي تنشف، المي مالت راح ينشف وراح تثخن الفاصوليه وتكون هالشكل هذا، يكون طعمها ولا اروع. هواي من ينقعون الفاصوليه بالمي بعدين يذبون المي مالتها ويغسلوها ويكون طعمها يختلف عن الطعم اللي قبل تشتغلها. هسه نجي هنا نضيف الملح، راح نضيف الملح حسب الرغبه، الملح ضفنا يكون يكفي من الملح. نجي هنا نغطيها ونعوفها. نجي هنا نخلي الطاوه وراح نضيف الزيت، ضفنا الزيت راح نخليه يحمى شويه الزيت. ونجي هنا نشتغل شويه بصل، نسوي اكيد لازم يكون المطبخ نظيف حتى نجي هنا نقطع البصل، يكون عندنا بصل. نجي هنا البصل ضرب هالشكل، نجي هنا نضربه بالعكس حتى ما نرجع عليه مره ثانيه بهالشكل. اي والله فراس الراوي. نجي هنا والفاصوليه اذا تفور هي نكون احنا عيننا عليها حتى ما تلكع عندنا. صار عندنا بهالشكل هذا. نجي هنا راح نضيف البصل فوق الزيت، ضفنا البصل يكون نص حبه يكفي حسب الرغبه، قلنا ممكن اخلي حبه كامله البصل او لا. قلنا ضفنا الكمون وضفنا العرق حار اللي هو الزنجبيل العرق حار، وضفنا شويه من الكركم وخلينا الملح يكون الدهن مال الدهن مال يكون مال العصاعيص ومال اللي اول الضوء نضيفها هنا ممكن طعمها يجنن يصير بالفاصوليه. عدي اكيد يقول طبعا يجنن. هسه نجي هنا نضيف من المعجون، ضفنا المعجون. عدي اكيد يحب المندي وهم نشتغل المندي. هسه راح نجي هنا شويه نقلب نقلب بالمعجون. اكيد المعجون شنو مقول، اكيد المعجون راح يكون عندي قليل
قليل من المعجون من يكون الفاصوليا اكيد هواي يسووها بالبيت يسووها حمراء يعني حمراء شلون اشبه بالبانيه تكون هي تكون لون الباني الفاصوليا تكون لونها وردي على شكل وردي هسه هذا بالدريس وركم هسه شنو فراس الراوي شنو المشكله مك تاج راسي هسه هنا أنا مقلب هالشكل حلوين يلا ام زهراء من ميسان صباح الخير ام زهراء صباح النور زهراء 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 عيوني شلونك كيف عيوني شلونك شو اخبارك الحمد لله بخير الله بس لو سمحت مقادير مال البيتزا شنو هو؟ مقادير البيتزا اكيد البيتزا تكون نص كيلو طحين نص كيلو طحين خاشوقه طعام بيكنج باودر تكون خاشوقه فانيلا شويه رشه ملح خمره تكون خاشوقه مال الطعام يكون مسح اذا ممكن تضيفوها راح يكون عندك نص كلاس حليب نص كلاس حليب راح يكون عندك سائل راح تعجنيها شويه بالحليب واكيد يكون ملعقتين سكر تضيفيه ويا النص كيلو ويا المواد اللي قلناها ورشه ملح رشه ملح وراح تعجنيها شويه بالحليب قلنا عليه يكون عندك مي دافي شويه ممكن كوب شكرا لك شلون اتصالت كوب مي دافي تضيفين شويه فوقها وتعجنين بها شويه زبده اذا تحبين تضيفين وياها تكون العجينه قويه لان راح من تختمر راح تنفش عندك من تختمر راح تكون من تنفش تكون قوامها يكون هو خفيف مال الشغله اذا تشوفين العجينه قويه تقولين لا هاي قويه لا حظي تخليها ترتاح تختمر تنفش تكون زبده شكرا لك لانتصارك ولا في عافيه هسه هنا حمصنا البصل وحمصنا المعجون نجي هنا عدي اكيد عدي الريحه ضفناها فوق اليابسه قلب حبيبي عدي لو تجي تشوف لا مشكله تعال عدي تعال يمي اي شو تعال يمي تعال شوف عدي بس مو قبل تقول الطين شوي خله ذوق هالشكل ضفنا قلنا الملح اي ضفنا قلنا حمصنا البصل حمصنا البصل شويه وحمصنا المعجون شويه حمرناه بالزيت وخليناه فوق الفاصوليا الثخن مالتها الثخن مالتها يحكي بالمي مالتها يكون المي مالتها يكون ثخين بالسلق راح يكون فاصوليا فتشي عدي تعال اخذ الجذر وروح ما حد يشوفك هسه نجي هنا نغطيها هالشكل وراح نصي النار مالتها ونخليها على راحتها تستوي نجي هنا قلنا للتمن نشوف ايش عندنا خلينا راح نخلي الزيت خلينا الزيت وراح نجي هنا يا عدي راح نضيف دهن الحر راح يكون فوق الزيت حتى نخليه على التمن المبزول هالشكل شفناه راح ننتظره على ما يموع يكون لازم التمن المبزول يحب يكون الدهن الفرقعة الدهن تكون حارة لازم يكون الدهن حار حيل حتى نقدر نشيل وندب فوق التمن هسه قلنا نجي على التمن يا عدي عبد الرحمن من بغداد تمن مبزول ترسنا مي اللي جاي يكون عبد الرحمن صباح الخير الو نعم ميا حبيب الغالي تاج الراس عيوني الو السلام عليكم السلام يا عدي بس حبيت اشكرك
شيخ. حبيبي الله يحفظك. يلا مشكورين. مشكور. الله يخليك عيوني. هسه علينا النار شويه على التمن حتى يكون عندي يكون لازم يحمى. ام عبد الله من دياله صباح الخير. يا ام عبود شلونك شو اخبارك؟ الفاصوليه الفاصوليه احنا جبنا الفاصوليه. انت بالنسبه لك اذا تريدين تنقعين الفاصوليه نقعيها مثلا بالليل الثاني يوم ماكو مشكله، بس بالنسبه انا طبختها اطبخها بدون تنقيع. راح اجي اخلي الفاصوليه نص كيلو بهذا الجدر، خلينا نقصد على هذا الجدر التمن نص كيلو بي او ثلاثة ارباع الكيلو، حترسه مي حترسل هنا يكون المي مالته، واذب له فص من الثوم وعلي النار مالته واذب وياه العظام او اللي او لحم شو تحبين. خالي يعني اللحم والفاصوليه اخذها سويه؟ سويه يعني اكيد سويه، ينغسل اللحم غسله حلوه من ايدك الحلوه وتذبيه بال ويا الفاصوليه. راح يفور، اول ما يفور راح تشيلين اكيد راح تصعد الزفره ويكون الوغف مالت الفاصوليه، راح تشيليها وتذبيها وراح تعوفيها تفور. ورا ما تبقى تفور اكيد يعني ثلاث ارباع ساعه يكون تجين على الفاصوليه تلقيها مستويه. شلون تستعرفيها مستويه؟ راح الفاصوليه تنزل لي جوه ما راح تبقى صاعده لفوق، وتنصين النار تخليها على نار هادئه. واحنا اجينا ورا ما اجي الفاصوليه كل شويه اشيكها مستويه حتى تعرفيها مستويه. اكيد المي مال الفاصوليه حيكون مي يكون ثخين مالتها، يكون ابيض ثخين مال الفاصوليه. وراح نجي هنا اي وراح نجي شو نسوي؟ نخلي معجون، يكون معجون ملعقتين مال الطعام حتى ما نسويها حمراء حيل، لان معجون يكون يطغى بالفاصوليه يصير مو طيبه. نجي هنا نخليها شويه بصل نقطع ناعم، نذبه بشويه زيت نحمصه. يعني البصل هي المعجون؟ اي اكيد يتحمص شويه، تحمصين المعجون والبصل والزيت يصير شلون الفرقاع عندك، تجين تفتحين الجدر اللي استوى. يعني ما ضيف لها شيء غير المعجون؟ راح تضيفيه هنا اكيد احنا ضفنا شويه من الكمون وضفنا شويه من العرق حار، ممكن اذا ما متواجدات لا تخليهن، بس احنا حبينا نطعم شويه خليها. واحنا اكيد الفاصوليه معروف عليها اذا نقطع وياها شويه من الحلبه، الحلبه الخضار الخضره تكون شويه تقطع ناعم وتذبين وياها ورا ما تستوي يكون طعمها فشي يعني روعه. شكرا جزيلا. عيوني شكرا. اكيد الملح لا تنسيه. هسه راح نجي هنا يا عدي، نجي هنا شويه نضيف لها شويه من المعدنوس. هالشكل قاطعه طعم المعدنوس يا عدي. عدي تحب الفاصوليا اليوم؟ هي متحبك. اكيد عدي انت قافل عليها من الصبح لان سويت الفاصوليا. عدي تعال شوف الشكل، شوف شلون صارت، شوف يكون الدهن مالتها مال اللحم واللي ضفناها والهاي. عدي تاكل عدي؟ ايش اكلي؟ هسه صارت شوف اي منتهيه، هاي اكيد منتهيه من السلك. منو قلنا؟ محمود من الشرقات نورتنا حبيبي انت والشرقات. هسه عندنا الدهن هنا عدي، يعني لا تفوتك هاي اللقطه يكون الدهن. يا عدي السلام عليكم اخوي. حبيبي وعليكم السلام. شلونك اخوي؟ عيوني شلونك شو اخبارك؟ الحمد لله. اقول لك على الكيك النفس، كيك النفس كيكه المواد مال كيكه مال النفس كيكه الاسفنجيه، كيكه الاسفنجيه ردت يا حبيبي. شكرا لك يا يونس. اكيد كيكه اسفنجيه. فراس موجوده يمك الكيكه او ما موجوده؟ اكيد قلنا احنا الكيك وهاي تكون المقادير بالجو. طحين طحين كوب ونصف بيض، ثلاثه سكر نصف كوب، حليب نصف كوب، بيكنج باودر، ملعقه فانيلا وماء ورد وكاكاو باودر. وانت ما مجبور بالكاكاو الباودر، ممكن تخليه او 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 ما تخلي. هسه نجي هنا حلو
نجي هنا نشوف الكعك مالتنا. اكيد احنا منتظرين كل شيء جاهز حيكون عندنا، منتظرين فاصوليا هي جهزت ما بقى بها شيء، والتمن يكون ذبينا الفرقاع عليه بالدهن الحر والزيت ذبيناه وخلينا على نار هاديه. واحنا قلنا التمن بازلي مبزول بزله حلوه، خلينا المي اكثر من التمن، نقعنا التمن قبل ساعه وثلاث اربع ساعه نفش عندنا، تكون حباه هيك طويله مالته تصير ويسحب المي ماله، ونجي نصفيه ونخليه ونضيفه بالمي الحار، المي الحار يكون يفور، وضايفين الملح خليه ينسلق، ورا ما ينسلق التمنات تكون جاهزه، نجي نصفيه ونضيفه بالجدر ونفرقع له الزيت. هسه نجي هنا شنو؟ بنين. نعم بنين من النجف عيوني. اريد حلاوه الطاطلي. حلاوه الطاطلي؟ ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عيوني شلونك؟ شو اخبارك؟ هسه اكيد فاروس الشمر راح يطلع لك الداطلي. الو. الو. راح نجي هنا نضيف اريد حلاوه الطاطلي. اكيد داطلي داطلي يعني اكيد. اي اكيد. هاي يكون عندك طحين 2 و2.5 كوب وماء 2 كوب عسل 2 ملعقه فانيلا ملعقه شيره، ويكون عندنا النشا ملعقه والف عافيه. هسه نجي هنا ضفنا الهيل ويا الاثنين كوب من الطحين يا عدي، عندنا هنا الفانيلا حلو الفانيلا، وهذا الكعك اللي نشتغله، الكعك اللي هو كعك بالسمسم والبيكنج باودر، ضفنا البيكنج باودر اكيد. هسه نجي هنا قلنا ضفنا البيكنج باودر، اكيد الشكر راح نضيفه ويا السمسم يكون ملعقتين عندنا، ونجي هنا سكر عيون. ام ساره من النجف، صباح الخير ام ساره. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير والعافيه. عيني صباح الانوار. اكيد قناه الرشيد منوره. عيوني نورك. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يحفظك يسلمون عليك. طبعا تحياتنا للمشاهدين والكادر جميعا، كادر الرشيد الله يوفقكم ان شاء الله. عيوني شكرا. الطبخات الحلوه بس اريد همتك برمضان يعني تساعدنا. اوكي. ان شاء الله ان شاء الله برمضان موجودين، راح يكون عندنا طبق حلو، ويكون عندنا اكيد اكيد راح يكون عندنا طبقين اضافي، ويكون عندنا وقتنا طويل برمضان حتى نساعدكم على هواي امور بالحلويات والاطباق الرئيسيه. اكيد الشوربه راح تكون ترافقنا. هسه نجي هنا ضفنا المواد اللي قلنا عليها، ضفنا المواد السكر، ضفنا الفانيلا، نجي هنا نخبطهن. اسامه من النجف. الو يا اسامه صباح الخير. صباح العافيه بعد قلبي حبيبي، شلونك شو اخبارك؟ شلونك؟ زين الحمد لله، انت شلونك؟ زين صباح العافيه انا جيت بعد قلبي. عيوني نص صوت التلفزيون حتى الصوت يكون واضح عندك. يد جنان نضيف الزبد. تاج الراس حبيبي امرني. الو صباح الخير. صباح الانوار. شلونك؟ زين شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يسلمك عين عباس. الله يخليك. نص صوت تلفزيون حتى قدرين. ام رقيه من النجف. ام رقيه على راسي. ام رقيه انت والنجف عيوني الله يخليك. ممكن العجينه مال الداطلي؟ عجينه الداطلي تكون عندك على الشاشه؟ فروسي هسه كانت هنا على الشاشه. اي والله طلع القائمه وشويه اخروها، انا مود اكتب المقادير. هسه ممكن يلا ناخذ لك اياها حتى تاخذينها صوره. شكرا عيني رحم الله والديك. عيني والديك. نسرين شكرا لك الاتصال. نسرين. نعم عيوني. الو شلونك؟ الو صباح الانوار. بالاول شكرا على هذه القناه الجميله وعلى هذا البرنامج جدا رائع. عيوني شكرا لك. سؤال واحد ممكن؟ عيوني عمري. تسلم عيونك اخي. البودي ستيك انا عندي اعرفها بس عند الحشوه اذا ماكو كريمه الخفق يعني شنو البديل مكانها؟ شنو قلت الكيك؟ البودي ستيك الحشوه بس.
البديل راح يكون عندك السيروب، سيروب الكاكاو او 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 السيروب المطعم يكون هو موجود. ممكن تضيفين مكان كريمه الشانتيه. جميله ماكو يعني شنو البديل اللي بدالي يعني استخدمه؟ ايش تستخدم؟ يعني انت مسويه الكيك؟ مو كيك، حشوه زنود الست وليس كيك. حشوه زنود الست. ايه اكيد حشوه زنود الست راح تكون تخلين من المحلبي شويه تضيفينها. او اعرفها مساله المحلبي وشلون اشتغله، بس عندي المكان كنت الخفق اذا مو موجوده شو اللي بديل المكانه ولا زحمه عليك؟ لا ممكن موجوده كريمه الطبخ. ايه كريمة الطبخ راح تجيبيها وتضيفيها، تكون كريمة الثخينة موجودة، يكون اللون الاصفر. بلا عرفها. ايه راح تجيبيها حتكون هي بديلة. اكيد موجودة بكل مكان، موجودة حتلقيها موجود. عيوني شكرا لك. شكرا جزيلا. عيوني. هسه نجي هنا خلينا شوية من الحليب. هسه عادي من عندك. هسه ضفنا الحليب شويه وخلينا الزبده، خلينا الزبده وصارت عندنا بهالشكل هذا. نجي هنا نعجن، تكون العجينه عجينه الكعك تكون بيها شويه قوه. هسه نجي هنا نضيف مره ثانيه من الحليب. حلو، ويا الزبده ويا الطحين اللي ضفناه والبيكنج باودر والفانيلا يكون طعم صلاح. صلاح من الموصل يكون مقادير على انقطع الاتصال للاسف. هسه نجي هنا ولا ما اضفنا، راح نشيل الغراض الباقيه بهالشكل. نجي هنا اكيد عندنا، نجي هنا قلنا اللي يكون عندي السكر والسمسم نضيفه بهالشكل نخبطه. ونجي هنا راح نخليها ورا ما اشتغلناها بهالشكل عجناها، نخليها تكون 10 دقائق ترتاح. ورا العشر دقائق نجي نلي العجينه نلقاها مرتاحه، نجي نلفها بهالشكل تكون عندنا والجنانه. نخليها بالسمسم عدي تريد. نجي هنا نخليها نصفطها بهالشكل، نكمل بهالشكل. عيوني والاحجام اللي يكون اللي انا اريدها ممكن، والشكل السمسم والسكر قلنا ضفناها ترتاح قلنا العجينة 10 دقائق. ونجي هنا نصفط بهالشكل هذا على ما يجهز عندنا البلانكون هذا بهالشكل، ونخليه بالفرن درجة الحرارة تكون 180، تكون الفوق والجوة ماكو فرق. ما راح تطول عندي ربع ساعة، ربع ساعة راح تطول عندي جوه، ما حتطول هواي وراح تكون الشكل فتشي ولا اروع. هسه نجي هنا احنا اكيد اشتغلنا الكعك، نجي هنا نشوف الفاصوليه مالتنا. الله
عدي تعال تعال عدي تعال شوف شوف لا اكيد عدي راح يذب الكاميرا هسه نجي هنا عندنا شويه من الخس كله زين كله زين شويه من النعم شويه من الخس خلينا بالشكل هذا يريد ياخذ من الخس يقول طيني حتى لو قطعه واحده عدي حبيبي عدي خلاها بجيبه هسه هي شوية من الخيار راح يكون موجود عندنا حلو هسه هنا نجي هنا من الليمون اكيد عدي رايك بالليمون هسه قطعناه يا عدي والله موتتني الزم هسه شلون اوكلك ابقى اوكل بيك هسه نجي هنا اكيد عدي راح يشبع اعطيناه الخس والليمون والطماطه يا عدي كافي متشبع هسه نجي هنا نضيف شويه من الليمون دوزي وشويه من الملح زيت الزيتون زيت الزيتون راح يكون موجود شويه احنا حلو اكيد لازم يكون اكيد لازم يكون طبق شرقي ويا من السلطه بس حلو زيت الزيتون نعم خلينا زيت الزيتون وشوية من الليمون ضفنا والخيار ضفنا فوقها يكون عندي هذا طبق جهز هالشكل نجي هنا نجينا نشوف الفاصولية والتمن مالتنا الصار منها حلو نجي يا عدي تعال شوف عدي بعدين الحر يكون شون موجود يعني تمن صاير فتشي جهنا صب صبينا الرز اكيد دين الحر راح يعطي يغير شكله التمن يصير لونه على صفار فاتح حلو اكيد وياكون الخبز هسه عندنا طبق الرز استوى بهالشكل هذا راح نجي يكون استا
هو الرز ويا التمن. الله الله، طين طين صارت، يكون ويا العظام ويا اللحم واللية، يكون طعم غير شيء. حلو. راح نجي هنا نصب الفاصولية، صب لنا فت كاسة. نعم. أكيد العدي. يكون عندي كاسة مال الفاصولية. هسه نجي هنا نشوف الضيم اللي هنا. الشرك مالتنا. الله. يكون عندي يكون الكعك السمسم ورا ما يجهز يكون بهالشكل هذا. حلوين. يكون جهز عندنا يا عدي الكعك والفاصولية والتمن. واليوم خلصت أكلتنا هالشكل هذا. أكيد عيني نشكركم على المتابعة، وإن شاء الله نجيكم بحلقة جديدة وباكر وبيوم جديد، وحتكون أكلة جديدة.